بكم إلى موجز أخبار الآن. وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة الروسية موسكو في أول زيارة يقوم بها ملك سعودي، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين. ومن المتوقع أن تركز زيارة الملك سلمان لموسكو على التعاون الاقتصادي وأزمات المنطقة. قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بتفجير سيارة مفخخة في منطقة الحسينية شمال بغداد، وطوقت القوات الأمنية مكان الحادث على الفور. يذكر أن أعمال العنف والتفجيرات قلت وتيرتها في الأشهر الأخيرة ببغداد، مع تمكن القوات العراقية من بسط سيطرتها على المناطق التي كانت تحت احتلال داعش. في العراق أيضا، أعلنت القوات الأمنية المشتركة استعادة كامل بلدة الحويجة آخر معاقل تنظيم داعش شمال البلاد. هذا وقد أفادت قيادة عمليات تحرير الحويجة بالجيش العراقي أن التنظيم تكبد خسائر في الأرواح والمعدات. في سوريا المجاورة، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على أربع قرى غرب مدينة دير الزور بعد اشتباكات مع تنظيم داعش. وأوضحت القوات في بيان أنها سيطرت على قرى غرب دير الزور وقتلت 20 مقاتلا من داعش. اتفقت المعارضة السورية مع وفد من روسيا على وقف إطلاق النار فورا في ريف حمص الشمالي لمدة 6 أشهر، وفق ما أكدت مصادر لأخبار الآن. كما اتفقت اللجنة العسكرية المنبثقة عن هيئة التفاوض في أستانا مع الوفد الروسي على فتح المعابر الإنسانية وتسليم الروس ملف المعتقلين بعد تعهدهم بجدية التعاطي مع الملف الذي يضم أكثر من 12,000 معتقل. قتل أربعة أشخاص وأصيب 39 آخرون بجروح في تفجير انتحاري استهدف مجمع المحاكم في مصراتة شرق طرابلس الليبية. ووفق ما ذكرت مصادر أمنية، فإن انتحاريا فجر نفسه داخل المجمع الذي تسيطر عليه قوات تابعة لحكومة طرابلس، مشيرة إلى مجموعة تتكون من 3 أشخاص تابعين لتنظيم داعش قاموا بالهجوم. أفادت مصادر صحفية في لندن أن السلطات البريطانية أغلقت محطة أنجل للقطارات بسبب تحذير أمني. ويأتي هذا الإجراء بعد يومين من إخلاء محطة قطارات كرويدن في شرق العاصمة لندن إثر العثور على طرد مريب حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. يناقش النواب الأوروبيون في جلسة طارئة الوضع في إقليم كاتالونيا في وقت تتفاقم الأزمة السياسية بين حكومة مدريد والرئيس الكاتالوني الانفصالي. وتبحث العديد من النواب الأوروبيين في الأزمة الكاتالونية ضمن جلسة مخصصة للتحضير للقمة الأوروبية القادمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.